وللمزيد ينضم إلينا من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. سيد أحمد، الطيران الحربية الإسرائيلي في أجواء دمشق، هل هي نذر حرب أم ماذا؟ أنا أراها في إطار أنها عمليات أو ضربات استباقية إسرائيلية عادية. حدث في يناير من العام 2013 أنقام سلاح الجو الإسرائيلي بعمل يعني كان بهجمات على سوريا، لم يحدث رد فعل من الجانب السوري. في خلال الثلاثة أيام الماضية حدث غارة أخرى يقال أنها كانت موجهة تجاه قافلة تحمل صواريخ طويلة المدى إلى الجانب حزب الله في لبنان، لم يحدث رد فعل. حتى السفير بشار الجعفري مندوب السوري الدائم في الأمم المتحدة عندما سئل أفاد أنه لا يعلم بأي غارة إسرائيلية حدثت. واليوم نرى الغارة التي حتى الآن لا نعرف أي أهداف محددة قد أصابتها. فيوجد يعني بعض المسؤولين الأمريكيين صرحوا أنه كانت موجهة ضد مركز بحوث علمية سوري. بعض المعارضين السوريين على شبكات التواصل الاجتماعي ذكروا أنها استهدفت لواء صواريخ زائد فرقة للحرس الجمهوري السوري ومنشآت عسكرية أخرى. يوجد تقارير أخرى أنه في خلال الضربة الجوية كان يوجد عمليات عسكرية لبعض فصائل المعارضة وما يعرف بالجيش السوري الحر وكتائب النصرة. أين الحقيقة من كل هذا؟ لا يوجد أحد يعلم حتى الآن. نعم سيد أحمد، استبعادكم لرد النظام السوري هل هو ربما لعدم رغبة في الرد أم لعدم القدرة على ذلك؟ أنا لن أعقب تحديدا لأي سبب لن يرد النظام السوري، فيجب أن نسمح لهم بمساحة للحركة. ولكن على الشق السياسي على الجانب الدولي لم يحدث أي حراك في داخل مجلس الأمن حتى هذه اللحظة. بالنسبة للنتائج السياسية رأينا على الفور فصائل المعارضة تندد بالجيش السوري ونظام الأسد وتدعي أن هذا الجيش يوجه نيران أسلحته فقط تجاه المعارضين. وعلى جانب الحكومة السورية نرى أنهم استغلوا هذه الحادثة فورا وقالوا أن هؤلاء المحاربين المعارضين ما هم إلا كتائب متحالفة مع إسرائيل. ونحن نعلم في المنطقة الشرق الأوسط ماذا يعني هذه المقولة. منذ أيام قليلة خرج الشيخ القطري يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مناشدا ومطالبا الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في سوريا على نسق ما فعلته في ليبيا. ربما استجاب السيد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وقال لبيك قرضاوي لبيك وقاموا بهذه الغارة. ولكن حتى هذه اللحظة عزيزي نعم سيد أحمد، أعود إلى نقطة موقف مجلس الأمن. برأيك لماذا صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة على تكرار الغارات الإسرائيلية؟ وهل تعتقدون أن إسرائيل تتحرك من دون الحصول على إعازات أو إشارات من واشنطن وحلفائها؟ إشارات وإعازات من واشنطن لا أعرف، لا يوجد لدي من المصادر ما أستطيع أن أؤكد به هذا أم لا. ولكن الرئيس أوباما يعني أوضح موقف الولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل لا تحتاج إلى يعني موافقة مسبقة للقيام بغارات في داخل سوريا، وهذا يعطيني مؤشر ما سوف يكون عليه الحال في مجلس الأمن. أنا لا أعول كثيرا على هذه الخطوة. نعم، إذن المحلل السياسي أحمد فتحي كنت معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك. عفوا.